اسمين اخويا كل شيء غالي اخويا، كعارف دابا الدرويش ما يعيش. كل شيء غالي. عندك مطيشه 240، عندك فلفل 10 دراهم، الدجاج الخيار 140، كل شيء غالي. دابا اللي حطيتي عليها يديك الكوا، ها اللوبيا ب 400، الدرويش مسكين ما بقى تيجي ما والو. تيجي دابا بنادم تيدي نص كيلو حبه ما تما حاله صافي. بنادم تيجي تيحط يدي على مطيشه تقول له 240، واش غيديها هو؟ غيدير مطيشه ب 240 في القميله؟ مشي ناكل غير طبيصيد البيصاره وعندي ربح مني وجبد. كون ما كنتش خدام ما ناكلهاش انا مني من ذاتي. تمشي للحانوت بطاطا، تمشي للزيت، فين ما مشيتي تلقى الكوا بزاف. دابا راه مطيشه واصله 6000 ريال الصندوق، جلبانه دايره 10 دراهم حدا الجمله، فلاريكو دايره 15 درهم، وحده 15 16 درهم. كلشي صفر جل. دابا صفر جل دابا واصل 12 درهم بالجمله 10 دراهم. كثر من لافوكا خويا. دابا راه مطيشه راه شي حاجه، راه شويه غنوصلوا بحال الصبليون، غير الاجره المواطن اللي ما تيقبطاش بحال الصبليون. اما راه الخضره راه حنا ولينا بحال اوروبا. الخضره راه حنا دابا في الاثمنه بحالنا بحال اوروبا. عندك اوروبا حتى عندهم السالير، عندهم الحقوق، حنا مغاربه انت تتشى. الدرويش مسكين ما تيصورش حتى 1000 ريال، وغيجي يدي مطيشه ب 240 راه بزاف. وراه من طبيعه الحال غنلقاو مشكل. دابا انت تشوف السلعه كلها باقا مبركه، تيجي بنادم يتيساوم كون يمشي في حال تنبيعو نشريو مع الكليان وصافي. تيجي تيدي 4 كيلو غيديه كويلو، تيدي 5 كيلو د بطاطا تيديه 2 كيلو، قضيه قاصحه والله. يهديهم علينا، هادشي اللي نقولو، ما نسبوهم ما نعايروهم، الله يهديهم الله يهديهم علينا وصافي. راه قضيه قصحت. هما جمعه حدايا مسكينه 14 ريال على برا، هي مسكينه شاريه ب 10 ريال، ما تتبيع ما تتشري فيه. حتى هي مسكينه راه مقصحه، هي من الصباح مسكينه، هي تتنقي الجلبانه القوق تتصور التاريه. حتى هي مسكينه والله الا من الصباح. شحال بايعه ام جمعه اليوم؟ انت من الصباح وهي قالسه بايعه 800، ما تمنش حتى راس المال، مازال ما قبضتش حتى راس المال. وشحال غتصور مسكينه في ذاك الربع؟ ما تدي حتى لعبه. الناس راه بحال تقول جالسين مقصرين هنا وصافي، ولينا هي قاسين ما تقول زعما راه تنديو شي البركه د الله، عايشين غير بالبركه د الله. وشي وطيشه كاع واخا يديروا لها 1000 ريال راه غناكلوها باش ما بغا. هي خصهم يحاولوا على الدرويش وصافي. هذا الشيء، هذه الرساله ديالي. الاثمنه شويه مرتفعه، ولكن بالنسبه لهذا الوقت ديما كترتفع، ماشي عاده. لا ما هذا العام زايده واحد شويه، لان الفلاحه ما كاينش دابا في الغرب، دابا ما كتدفعش الخضره، ولكن اكادير وعلى حساب هذا المازوت باش ترتفع هذا الشيء. ولكن مطيشه اخويا يمكن صدروها وبقات شي حاجه قليله هنا، وهضروا عليها الايام دوزوها في الاخبار، راه ينقصوا منها شويه. وكاين شي حاجه اللي شويه بسيطه ديال الدرويج، بحال خيزور خير شويه، بحال القوق، بحال البطاطا راه متواضعه 4 دراهم 5 دراهم. كاين شي حوايج اللي شويه كاين دابا الجلبانه ومطيشه اللي شويه قاصحين. الفول مزيان 6 ريال، القوق ثاني مزيان 60 80 5 دراهم كاع. ولكن المشكل دابا كاين الكليه اللي عارف الوضع دابا، عارف الاثمنه، كيشوف الاخبار كيشوف كذا، ما كتلقاش معاه مشكل. هاد النسبه قليله اللي كتلقاها معاه مشكل. كيدي نص كيلو، كاين اللي ما كياكلهاش دابا حاليا، كاين ناس دراويش اللي ما كياكلوهاش، كيدي كل شيء الا مطيشه كيمشي بها. دايره 12 درهم ما كيديهاش، كيقول ما ناكلهاش دابا. كيدي هذاك الطاس ولا كيدي شي حاجه اخرى، المهم كاين اللي ما كياكلش دابا، بحال الجلبانه الدرويش ما كياكلهاش دابا. عندك مطيشه وجلبانه وبحال اللوبيا، بحال ما كياكلوهاش الدراويش دابا، غاليه عليهم هذاك الشيء اللي كاين. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.